اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم في منوعات مع رشا. لو اول مره تدخلوا القناه لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. النهارده هنعمل مع بعض وصفه سهله وبسيطه وبدون فرن. هنعمل الكنافه بطريقه بسيطه جدا ان شاء الله هتعجبكم. خليكم معايا لاخر الفيديو. سهله جدا للناس اللي عندها صعوبه في عمايل الكنافة في الفرن او مش بتنجح معاها. الوصفة دي بسيطة جدا وسهلة حقيقي، تستاهل التجربة. جربيها وان شاء الله تعجبك وهتطلع ناجحة معاكي. حاجة كده بسيطة تشرفك قدام ضيوفك، لو جايلك ضيف ولا حاجة ما بتاخدش وقت خالص. بسيطة ومكوناتها بسيطة وسهلة حقيقي، ما اخدتش معايا وقت. الكريم شانتيه مع البسري بيدي قوام متماسك وحلو. بصي طعمها فعلا جميل وشكلها اجمل. جربيها وان شاء الله مش هتندمي. المانجا حقيقي المانجا كان طعمها، للناس اللي بتحب المانجا كانت جميلة. تستاهل ان انت تجربيها. المانجا بالكنافة بالكريم شانتيه طعمها كان خيالي. طبعا من غير ما اقول الشكل واضح قدامكم، شكلها فعلا زي طعمها، يستاهل ان انت تجربيهم. معايا نص كيلو كنافة. الكنافة انا كنت حطاها في الفريزر. الوصفة دي محتاجة الكنافة ان انت تجيبيها قبلها بيوم وحطيها في الفريزر بحيث ان هي تتماسك شوية. بتكون سهلة معاكي لو انتي هتقطعيها بايديكي عادي او هتحطيها في الكبة. لو ما عندكيش كبة بتتفرج بايديكي، مش هتاخد معاكي وقت خالص. طحنتها كده في الكبة، ما اخدتش معايا وقت. انا طحنتها القوام اللي هو موجود دلوقتي دوت كويس. حاولي ما تنعمهاش قوي علشان وانتي بتحمريها ما تتلسعش منك. كده القوام دوت كويس. معايا كوبايه سمنه بلدي او اي نوع سمنه موجوده، بس في الوصفه دي السمنه البلدي بتدي ريحه وبتدي طعم حلو حقيقي، طعمها بيبان. فهو يفضل لو موجود سمنه بلدي حاولي تعملي، مفيش اي مشكله. هي السمنه البلدي بتدي طعم كده حلو وانتي بتحمريها، بتبقي شامه ريحتها فعلا، بتبقى طالعه بتبقى ريحتها جميله. حاولي تخليها على نار هاديه وطبعا مع التقليب المستمر ماشيه معاكم كده خطوه بخطوه. كده في تاني مرحله مع التقليب المستمر. التكتلات اللي موجوده دي انا بحاول افك التكتلات اللي موجوده دي. هي السمنه بتخليها تعمل تكتلات، بس لما بتحطيها على النار كل ده بيفك معاكي. التقليب المستمر بيخلي اللون بتاع الكنافه كلها درجه واحده. الفتره اللي الكنافه فيها على النار انا ما سبتهاش ومشيت خالص. حاولي الحروف نزليها كويس عشان ما تلسعش منك. الدرجة دي كويسة جدا. التقليب المستمر حقيقي بيديكي نتيجة كويسة ومش بيخليها تتلسع منك. كان عندي شربات كنت عاملة كنافة قبل كده وكان موجود عندي في التلاجة شربات، انا دفيته بس على النار وحطيته. حاولي تقلبيه كويس بحيث ان كله يتشرب من الشربات اللي موجود. معايا كوبايه ونص كريم شانتيه، كوبايه كريم شانتيه ونص كوبايه بسري، عليها نص كوبايه سكر وكوبايه ميه متلجه. حطيت كوبايه ميه واحده متلجه علشان محتاجه الكريم شانتيه يكون تقيل ومتماسك. حاولي تضربيه كويس لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه.
انا قللت في المية فالقوام تقل معايا بسرعة، ما اخدش معايا وقت، لان انا قصدي ان اقلل نص كوباية مية، هو المفروض كوباية ونص مية، فانا حطيت كوباية مية واحدة. الكاسات اللي موجودة عندك، كاس او بولة، اي حاجة موجودة عايزة تعملي فيها. انا معايا الكاسات دي عجبتني فقلت اجرب، بحيث ان هي هتبين الطبقات اللي انا هعملها بالكنافة. كده بحط اول طبقة، طبعا هتحطي اول طبقة خالص كنافة، هخلص الكاسات كلها وبعد كده احط الطبقة التانية. انتي لو عايزاها ناشفة قوي الشربات خليه ساقع والكنافة سخنة، لو انت عايزاها طرية خلي الكنافة سخنة والشربات سخن. الشربات كان عندي في التلاجة، دفيته بس، دفيته وحطيته على الكنافة. محتاجة الكنافة تكون مش ناشفة قوي ولا طرية قوي. كده حطيت اول طبقة اللي هي الكنافة، تاني طبقة الكريم شانتي. حقيقي الكيس دوت بيسهل عليا كتير. بيخليكي ما تاخديش وقت خالص، وفي نفس الوقت مش بتبهدلي الدنيا. مكوناتها بسيطة جدا وما بتاخدش وقت خالص. هبدأ احط الطبقة التالتة كده الكنافة. حطينا اول طبقة كنافة وتاني طبقة كريم شانتي، وهنرجع نحط الطبقة التالتة كنافة. لو لقيتي اي فراغات او حاجة حاولي تحطي تاني كريم شانتي فيه، عشان في الكاس في الاخر يبقى باين ان انتي حاطة الطبقات من بره. حاولي وانتي بتضغطي تضغطي ضغطة بسيطة. طبعا معانا المانجا، المانجا دي كانت متفرزة في الفريزر، لان طبعا مش اوان المانجا خالص دلوقتي. لو كان في مانجا كنا قطعنا قطع صغيرة وحطيناها بين الكنافة وكريم شانتيه، حقيقي بتدي طعم جميل. وكنا قطعنا شرايح رقيقة كده وزوقنا بيها على الوش من فوق. ولو في خوخ، الخوخ كمان بيدي نفس الطعم بتاع المانجا. حبيت اعمل معاكم تشكيلة، عملت تشكيلة بالمانجا ومعايا صوص الكراميل الجاهز اللي كنا جايبينه قبل كده، معايا صوص كراميل وصوص شوكليت. حطيت منه في الاول لقيته متماسك معايا فحطيته على بخار ميه. طبعا الولاد بيحبوا الحاجات اللي فيها شوكولاتات او فيها صوص الكراميل. الكاس دوت هتوصى بيه قوي في الشوكولاتات، مش هحط فيه مانجا خالص. هحط له طبقة كنافة تانية
كويسة. انا اسفه طبعا على التصوير، ما خدتش بالي خالص ان الكاس دوت وانا بزوقه مش باين. حطيت كده على الوش كريم شانتيه. حقيقي الكاس دوت انا اتوصيت بيه وكان طعمه فعلا كان جميل جدا كده، مش محتاجين اي حاجة تاني خلاص. انا عندي كده شوكليت شيبس وعندي فرماسيب. هبدأ احط لهم حاجات بسيطة كده تدي شكل بس من على الوش. وكرات الشوكولاتة دي بتدي الشكل كده حلو وطعمها الولاد بيحبوها قوي. الكيس دوت انا متوصية بيه قوي للناس اللي عندي اللي بيحبوا الشوكولاتات. كده وصفتنا حقيقي مش محتاجة اي اضافات تاني. وصفة كانت سهلة وكانت جميلة وكانت بسيطة، وادتنا في الاخر نتيجة شكل وطعم ولون وكل حاجة. حقيقي تستاهل ان انت تجربيها. جربيها وهتعجبك قوي وهتعجب ولادك، وزي ما قلتلك هتعجب ضيوفك. لو عندك ضيف جه فجأة او ما عندكيش اي حاجة تقدميها مش هتاخد معاكي وقت خالص. مكوناتها بسيطة وموجودة في كل بيت. ان شاء الله تجربوها وتسمعوني رأيكم كده وتكتبولي الوصفة عجبتكم. بفرح قوي لما حد يقول لي الوصفة دي كانت حلوة وانا جربتها. حقيقي اي وصفة بقدمها لكم لو فيها اي غلطة بقول لكم عليها، الحاجة اللي بقول لكم نجحت بتكون فعلا نجحت، ودي فعلا نجحت وكان طعمها جميل بالنسبة لي. فعلا الكريم شانتيه مع الكنافة كان طعمها رهيب، تستاهل ان انت تجربيها. سمعوني كده رأيكم وقولولي رأيكم ايه فيها وجربوها، ان شاء الله تعجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب عشان اي حاجة بقدمها يوصل لكم اشعارات بيها. ربنا يقدرني واقدر اقدم لكم كل جديد حاجات فعلا تكونوا بتستفادوا منها. بحبكم في الله. ان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة بوصفة جديدة في منوعات مع رشا.